التجانية قالوا من أكل طعامنا دخل الجنة، والله قلنا لهم من أكل طعامكم خشى الحواجز. كسر يا أخي عشان تدخل إيدك إلا تجيب إيدينك الاثنين وتعمل دعم إسناد، مش عندكم في الإنشاءات إسناد؟ تعمل إسناد حتى بعد ذاك تدخل إيد، ما ممكن يا أخي، فهمت؟ عشان تأكل لازم يا أخواننا لعب بالدين. هل الجنة بخشوها بالأكل وتأكل من هنا؟ ومن أكل طعامنا ومن رأى الشيخ يوم الاثنين أو الجمعة دخل الجنة. وفي كلام شين إن شاء الله بس ما يكون في بنات، ما في بنات. في كتاب عبد المحمود نور الدايم بتاع زاهر الرياض قال وقد كنت حريصا على رؤية سرة الشيخ لأني علمت أن من رأى سرة الشيخ دخل الجنة. يا ناس ده دين شنو ده؟ والله كلام زي ده كثير عند الصوفية. ولذلك يا أخواننا نابليون لما خش مصر دعم الموالد ودعم الطرق الصوفية وبقى ذاته يجي يحضر الموالد. ليه؟ لأنه دي بتفرق الدين وبتخلي الناس عقائدة زي دي. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.